سلام المسيح يغمر قلبكم أحبتي. هذا هو اليوم الثاني من هذه المسيرة الميلادية نتأمل فيها في حدث الميلاد. يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى الفصل الرابع: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. قال أحد: إني أحب الله وأبغض أخي، فلذلك هو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. الدعوة لنا أيها الأحباء في هذا النهار أن تتسع قلوبنا وتغتني بمحبة الله لنا، لنكون قادرين على محبة الآخرين أيضا. فلا ننسى أن الميلاد هو مجيء المسيح إلى عالمنا بدافع محبته العميقة لنا، وهذه المحبة جعلته يتنازل عن مجده ليصبح إنسان ويصل إلى كل إنسان. فكيف يمكننا أن نحب الله ونتغنى بمحبته لنا في هذا الموسم دون أن نحب أخانا؟ المخلوق هو أيضا على صورة الله والمدعو بيسوع المسيح إلى الخلاص. هدف الله في الميلاد هو هذه المحبة التي تجعلنا إخوة وعائلة، لأن هو الإنسان أسمى خلائق الله، فلتصل محبة الله إلى كل إنسان، هذا الذي صار إنسانا لأجلنا. فليتنا نتمثل أيها الأحباء بهذه المحبة التي تذهب إلى الآخرين وتلمسهم حيثما كانوا. فهذه هي دعوة الميلاد، وهذا هو عمل سيد الميلاد، فحري بنا أن نتبعه لنصل إلى كمال المحبة به، أي بيسوع المسيح، الآن وإلى الأبد. آمين.